والسلام يوتيوب، مرحبا بكم في قناتكم قناة أسرتك من الذنوب كاع بخير. ألوغ كيما قلنا في اللايف البارح، نعم رانا نديرو لي لايف كل ليلة، هذا شهر تاع جويي سبيسيال شهر جويي لي لايف هكذا. البارح قلت لكم بلي جبت لكم واحد الطابلات تاع 2 ملايين فقط، 2 ملايين عندك طابلات عمرها ما صرات من هذه المواصفات، شركة إدولف. إدولف هما اللي بعثوا لنا هذه الطابلات هكذا، إدولف لا اف باد 1. دونك شكرا لشركة إدولف، ثانكس تو إدولف. واش حنديروا؟ نروحوا نشوفوا اولا الديزاين تاع الطابلات هكذا، المواصفات تاعها نشوفوها كيف كيف، هل تستاهل الشراء بزوج ملايين ولا لا لا. من قبل عرضكم تروحوا هنايا لتحت كما العاده، تشتركوا في قناتكم قناه اسرتك، دعمونا بلي لايك. يلا بسم الله نبدا. الور نحلوا العلبه تاعنا، نبدلوا شويه الفورما تاع لي فيديو، دابيتود نديروا كاميرا من الفوق ولكن اليوم حبيت نبدل شويه هكذا. نحلوا العلبه تاعنا، قلت لكم وريكم نديركم دي كابتشور دو فيديو هكذا. الور هاليك طابلات نحلوها كيف كيف هكذا، اوب هانا نحلوا العلبه. هذه الطابله نخلوها من بعدا. واش عندنا لداخل؟ عندنا هنا ليفري يوزر جيد كما العاده اللي حبي يقرا يقرا. ومن بعد واش عندكم؟ عندكم هنا شاحن هكذا هاوليك مع لادابتاتور تيب سي معاه، هذا ما كان، هذا واش عندكم في العلبه؟ ما عندكمش لي زيكوتور دوماج، ولكن عندكم لادابتاتور تيب سي مع الشاحن. الشاحن هذا هو تاع اوتبوت 5 فولت 10 واط هكذا. الور نروحو نشوفو الطابله تاعنا دوكا، نرجعو كلش نحو هذه البلاستيكات. طابلات نحطوها هنايا، وهاي ليك لا طابلات تاعنا فوالا، نحو الغلاف تاعها فوالا. الور ها ليك الطابلات تاعنا كيف تجي هكذا فوالا، التصميم تاعها عجبني. الور واش حنديرو؟ حنديرو التور رابيدمون من الفوق. واش عندكم؟ عندكم مدخل تاع تايب سي باش تعمر البطارية تاعك، عندكم هنايا مدخل للكارت ميموار ومدخل لا سيم تاعك. نعم هذه الطابلات تاع اللي جرحت روحي، هذه الطابلات تقدر تدعم 4G هكذا، تدخل لا سيم تاعك وتكونيكتي وعندك الانترنت ويعيطوا لك ما كاش مشكل. هذه يعني يعني نقطه ايجابيه في هذه الطابلات تاع 2 ملايين، يعني تقدر تدخل لا بوس تاعك لداخل. قدامها واش عندك؟ عندك بريز جاك هكذا، من تحت عندكم ان جراند باف، من الجهه الجهه ما كان والو، من هذه الجهه عندكم زر التشغيل وتاع لي فوليوم. من اللور عندك كاميرا تاع 5 ميجا بكسل، هذه الكاميرا الاساسيه كان غير وحده، ومن القدام كيف كيف عندكم كاميرا كيف كيف في زوج تاع 5 ميجا بكسل هكذا. واش حنديروا؟ شعلوا الطابلات كما العاده، نعاودوا نولوا باش نشوفوا اهم المواصفات تاعها. اذا كملنا الانستالاسيون تاع الاف باد 1 تاع هيد وولف. الو واش نقدروا نقولوا؟ اولا السعر تاعها، السعر تاعها حدير 2 ملايين بصح هذه اليامات برك، وعلى هذه اليامات بمناسبة برايم داي يعني لو 12 لو 13 جويي، السعر تاعها حيكون 2 ملايين فقط. مور 12 13 جويي السعر تاعها حيطلع الى 25000 دينار هكذا، على هكذا على بالكم اللي حاب يشري يجي الان. سمحوا لي هنهضروا على الديزاين تاعها، علاش الديزاين تاعها عجبني؟ خاطرش الفورما تاع 8 بوس هو الاحسن. نعم هذه سي فورما تاع 8 بوس هو الاحسن، 7 بوس طابلات شويه صغيره، 10 بوس طابلات شويه كبيره. هذا الفورما كيما لي زايباد هكذا، يعني 8 بوس تشدها بيد وحده تقدر تقرا تلعب وتفرج، ويعني حاجه مليحه هكذا. الخلف تاعها عجبني تانيك، يعني ما يتوسخش بزاف، سانغري مات يعني مليح لللمس. ونبداو باهم المواصفات، هنا نبداو بالمعالج لونيسوك تي 310 حاجه مليحه. وعلاش؟ عندكم ان سكور اون تو تو مع هذه النسخه تاع 3 جيجا رام 64 جيجا تاع ستوكاج، عندكم ان سكور اون تو تو تاع 150000 نقطه. نعم 150000 نقطة، يعني ان سكور مرتفع للطابلات تاع 2 ملايين، هذه حاجة مليحة. واش لاحظ؟ لاحظ انه من ذاك يعني ما تقدروش تحلوا بليزيور زابليكاسيون، ولا تخدم زعما تخدم في الطابلات وتزيد تخدم ابليكاسيون اخرى هكذا، يعني من ذاك صابك، ولا شغل تيليشارجي عفسة وانت تلعب من جهة اخرى. الطابلات هذه شغل طول شوية هكذا في التيليشارجمون، لانه ما تقدرش دير عدة خدمات بهذا المعالج هكذا، يعني تاع 2 ملايين ما توقعش يكون عندك معالج قوي يدير لك عدة خدمات. يعني تقدروا تلعبوا مع دي كاركتيرستيك محترمه هكذا، ما تقولش يكون عندك دي جرافيزم ملاح، ولكن صافا يعني تقدر تلعب بها. من داك عندك دي بوك يعني هذا واش لاحظ، ولكن بصفه عامه تقدر تلعب لعبه بي جي، يعني ديجا هذه نقطه ايجابيه مع المعالج هكذا. بعد المعالج حنشوفوا الشاشه، هنا عندكم شاشه محترمه هكذا، يعني بزوج ملايين ما تقولش يكون عندكم حاجه اخرى. هنا عندكم شاشه تاع 8 بوس اون اتش دي هكذا، كاين حوايج عجبوني كيما لا لوميزيتي، يعني كي تكونوا اكستيريو عندكم لوميزيتي قويه، دي حاجه مليحه. حوايج ما عجبوني شويه هي درجه الالوان، يعني تحس باللي يخف شويه
يعني تحس باللي خص شويه لي كولور هكذا. حاجه ثانيه عندكم لي بوردور شويه خشن يعني الكحل هذاك شويه خشن، ولكن يعني بزوج ملايين حاجه مليحه ديجا هكذا. نقطه سلبيه في هذه الطابلات، يعني الحاجه اللي فريمون ما عجبتنيش في هذه الطابلات اللي انا يدخل نخمم قبل من شريها، وهي البطاريه. هنا عندكم بطاريه تاع 4000 ملي امبير فقط، شويه صغيره هكذا، 4000 ملي امبير مع شاحن تاع 10 واط كما شفنا. الطابلات هذه تقدر تخدم بها 7 سوايع 8 سوايع فقط هكذا، يعني اون جورني تاع خدمه هذا ما كان، يعني الباتري تاعها شويه صغيره، وهذه سي دوماج، يعني نقطه سلبيه اللي انايا ما عجبتنيش كاع في هذه الطابلات. بعد البطارية عندنا يبقى لنا الكاميرات، الكاميرا الأمامية والخلفية في زوج كيف كيف 5 ميجا بيكسل. تاع الأمام شوية كارثة، عندكم واحد لي بروبليم تاع لي بيكسيلاليزاسيون غير نعطيكم، يعني بصفة عامة لي طابلات ماشي مخدومين باش ديرو لي سيلفي شابين ولا تصاور هكذا، مخدومين يعني باش ياخذوا باش تدو تصاور تاع خدمة ولا شوية عفسة تحب تنوطيها ما تنساهاش تدي تصويرة هكذا، ماشي باش تخرج تلبس شباب وتوري روحك في انستغرام ولا هكذا، هذا ماشي مخدومه هاد الاعمال هكذا. هنا عندنا في الوراء 5 ميجا بيكسل تقدروا تسجلوا دي فيديو 1080p حاجه مليحه، وانايا يعني تفاجات علاش عندها واحد لاكاليتي، عندها واحد لي مود، يعني كي يكون عندكم اضاءه قليله عندكم واحد لاكاليتي ووضاحه، يعني انا تفاجات هكذا. نخليكم كما العاده صور وتسجيلات هكذا تشوفوا بعينيكم بلي هذه الكاميرا تاع 5 ميجا بيكسل دير خدمتها. الوغ كملنا بهذه لا فيديو، واش نقدر نقولوا؟ هل هذه الطابلات تاع هيد وولف اف بات تستاهل الشراء؟ يعني نعم، كاين واحد النقاط اللي جعلوني باللي نشريها كيما المعالج، يعني عندك معالج مليح، والنقطه الثانيه يعني ان عندك مدخل باش دير لاسيم تاعك هكذا، يعني تريسوفي لي زابيل تخدم بها برا في الاكستيريور، يعني هذه ثاني نقطه اللي تجعلني باللي نشريها. والنقطه اللي يعني نخمم لو كان نشريها ولا ما نشريهاش هي البطاريه، يعني هذه النقطه اللي ما عجبتنيش كاع اللي تجعل باللي نبرد شويه هكذا. البطاريه تاع 4000 ملي امبير اللي تجعلني شويه نرفليشي هكذا. المهم انتم قولوا لي اذا الطابلات هذه تستاهل الشراء ولا لا. كما العاده نحط لكم رابط الشراء تحت هنا في صندوق الوصف هكذا، اللي يحب يروح يشريها يروح يشريها. نقول لكم شكرا للمشاهده والى الفيديو القادمه والسلام.